يا ريت الناس بس تتأكد ان الصوت تمام. طيب الاسبوع ده كمان لانه ما حصلش حاجات كتير قوي يعني هخليها برضو فتشة مفتوحة. هو كلمة افضل هنا متوقفة تماما على السياق يا تلعب في منتصف القرن 19 بعد سقوط نابليون تم تحرير وتوحيد إيطاليا، وده كان الوقت المناسب عشان تتدخل حكومة إيطاليا الناشئة وتبتدي بقى تقضي على المنظمات الإجرامية واللصوص والعصابات اللي انتشروا في البلد وقت الحرب والاحتلال. بس لأنها ناشئة ومفككة ومش بالقوة الكافية تقدرش تقف لوحدها قصاد قوة كبيرة وغاشمة وعنيفة ومستقرة ومتوزعة في البلد بقالها سنين، واحنا كإيطاليا يعني لسه بنتعافى من الحرب والاحتلال أصلا، فهنفتح على نفسنا حرب تانية؟ فكان لازم يشوفوا حليف ياخدوا منه المصلحة ويتكل على الله، حليف يحارب بدلهم منظم قوي مش أجنبي. فملقوش قدامهم غير عائلات المافيا الصقلية، واتفقوا معاهم انهم يساعدوهم في القضاء على المنظمات دي في مقابل ان الحكومة من الناحية التانية تسيبهم ينتشروا في إيطاليا وتعمل نفسها مش واخدة بالها من نشاطاتهم غير القانونية. وطبعا خطة الحكومة كانت ان ده يبقى حل مؤقت، بس نستخدم المافيا الصقلية في التخلص من المنظمات الإجرامية جوه إيطاليا وبعدين ما يتبقاش غير المافيا الصقلية فنخلص منها هي كمان، بس لما نكون نظمنا نفسنا واكتسبنا قوة كافية وعرفنا في نفس الوقت خطوط سرهم وخباياهم وأسرارهم، وساعتها كمان نبقى ضمننا ان الشوارع بقت آمنة وما فيهاش غير المافيا. بس للأسف الطعنة جت من قلب إيطاليا، الكنيسة الكاثوليكية في روما اللي هي كمان عايزة تعيد بناء نفسها بعد الحرب وبتدور على القوة والوحدة، بس في نفس الوقت الحكومة مش فاضية لها، عندها مشاكل كتير. من ناحية تانية الكنيسة لها أراضي وعقارات في إيطاليا وفي صقلية وقع تحت سيطرة فلاحين وعصابات لا عايزين يدفعوا إيجارها ولا عايزين يسيبوها، فالمافيا الصقلية تطوعت، راحوا للكنيسة وقالوا لهم احنا هنرجع لكم الأراضي والعقارات لله كده يعني بأقل سعر والله، ولو قلقانين سألوا بره. فالكنيسة وافقت من غير تفكير والمافيا بدأت شغل معاهم، وأثناء الشغل والانتشار في البلد أعضاء المافيا بينفذوا مراسم التكريس وبيضموا أعضاء جدد من كل حتة في البلد وبيمضوهم على الأميرتا، ميثاق الولاء اللي بيلزم كل عضو جديد بكتم الأسرار والطاعة وخدمة الهدف الأكبر مهما كان الثمن، وفي المقابل يلزم المافيا بحمايتك كمان مهما كان الثمن. وبالتالي نجحت المافيا في مهمتها مع أهم قوتين في البلد، الكنيسة والحكومة. حط عليهم السياسيين كمان بقى بالمرة اللي بيدفعوا للمافيا عشان يخوفوا الناس ويخلوهم ينتخبوا أي حد في أي منصب، فتكتشف إنه من خلال هذه التعاونات رجال المافيا الصقلية نظفوا الشوارع للحكومة وساعدوا الكنيسة ونجحوا السياسيين الفاسدين ووفوا بعدهم مع كل الأطراف. وأثناء هذه العملية اتعلموا الفساد السياسي على أصوله وبقالهم نفوذ وأعضاء في كل مكان وكونوا علاقات وطيدة مع كبار الشخصيات في إيطاليا، وأموالهم دخلت إيطاليا من صقلية وبقانونهم الخاص. في نفس الوقت محدش عارف أسرارهم ولا يقدر يخترق نظامهم وصفوفهم، وكل ده جميل، بس في نفس الوقت كان في حتة ناقصة. كل هذا الإجرام السري محتاج غطاء اجتماعي وقانوني، غطاء يمنع الحكومة والسياسيين والكنيسة والشعب من انهم يغدروا بيهم في اي لحظة. كان لازم يبقى لهم تواجد قانوني مشروع، واجهة، وهم مش هنفضل طول الوقت عايشين في السر في الظل والمجتمع خايف مننا وبيشك في نزاهتنا. بالتالي الاندماج وسط الناس ضروري، نعيش في بيوت وسط المدن والقرى، نمارس نشاطات اجتماعية، اعمال خيرية، نساعد الفقراء والعوام اللي عندهم مشاكل مع كبار الشخصيات اللي احنا اوريدي نعرفهم، يعني شوية PR كده جنب الإجرام، شوية تحسين علاقات وتحسين صورة. واستمرت عملية توفير الغطاء القانوني والاجتماعي تدريجيا لحد ما وصلنا ثمانينيات القرن 19. كرة القدم كانت بتتحول من لعبة شعبية أولى في الشوارع والساحات إلى لعبة احترافية كبرى تمارس في إطار مسابقات بمواعيد رسمية وأماكن رسمية وقوانين رسمية. كل ده بقى وقع في حجر مين؟ المافيا. قالك بس هو في غطاء اجتماعي وقانوني أعظم من اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وأنشئ نادي تورينو رسميا وقانونيا وشرعيا، أول نادي كرة قدم في البلد على يد إدواردو بوزيو، رجل عادي مستقر في الريف بس كان بينتمي لأحد عائلات المافيا اللي تبنت فكرة كرة القدم، فحطوه في الصور وتوكلوا على الله. وكده كده إيطاليا مجنونة بكرة القدم من قبل ما تتحول من الشارع للاستاد، فبسرعة كده جنب تورينو بقى في ناديين 3-4، والحكومة
أنشأت اتحاد لكرة القدم ودوري يجمع الأربع فرق في 1898، وفي أقل من 10 سنين دوري يتوسع ويدخل ميلان وإنتر ويوفي وبعدها نابولي في 1913. بس الاتحاد اللي تنشئه حكومة ضعيفة هو كمان اتحاد ضعيف، والمسابقة الرسمية والأندية والدوري مش بس كانوا غطاء قانوني واجتماعي مثالي للمافيا وبيجيب لهم فلوس، ده كان كمان غطاء مثالي لتجارة المخدرات، لأن أفراد المافيا اللي اندمجوا مع المجتمع دخلوا وسط الجمهور في المدرجات وتجروا في المخدرات هناك وباعوها للجمهور، واستخدموا المدرجات كمكان لإتمام الصفقات. وسط الجمهور احنا في أمان، لأن محدش يقدر يكشفنا أو يغدر بينا، لا من الجمهور ولا من الحكومة، لأنه أصلاً رجال المافيا كانوا هم اللي اخترعوا حركات الألتراس، لموا الناس حواليهم، هنقف ورا النادي كعائلة واحدة. والألتراس ما هوش مجرد مسمى، ده هو ده ميثاق الولاء للنادي والمدينة، وكل ده وافق المزاج الجمعي في اللحظة دي. الألتراس وحركات التشجيع المتطرفة كانت مناسبة جداً لمزاج شعب بعد سنين من الاحتلال والحروب وسيطرة العصابات ودخول المافيا والعيشة وسط المافيا وضعف الكنيسة والفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. كل ده أنتج مزاج عنيف وعدواني ومتمرد وفوضوي، مزاج بدأ يحب رجال المافيا اللي عايشين وسطه في سلام، بس كان محتاج حد يوحد صوته. وفي المقابل أنا ساعده بالتستر على الانتهاكات اللي هو بيعملها، واللي مش بيحب المافيا هيخاف يكشفهم، لأنه ببساطة عارف قوته. وفي هذه الأجواء حجم تجارة المخدرات يزداد بسرعة رهيبة، لأن البلد أصلاً كانت في جيب المافيا من قبل ما تبتدي هذه التجارة. لكن مع زيادة تجارة المخدرات بدأ الصراع بين عائلات المافيا للتربع على عرش هذه التجارة. المافيا بعد ما زبطوا كل اللي في البلد وسيطروا على كل اللي في البلد بدأوا يتخانقوا بينهم وبين بعض في بلده. عشان كده لما موسوليني حكم إيطاليا في عشرينيات القرن العشرين وأصبح الدوتشي، كان أول حاجة لازم يعملها أنه ينظف الكركبة دي كلها. موسوليني قال لهم أنا ما يهمنيش اندماج المافيا في المجتمع أو حتى تأثيرهم عليه، ولا الحركة الاقتصادية ولا الحركة السياسية، أنا كل اللي يهمني قوة حكومة إيطاليا الفاشية مهما كان الثمن. الحكومة الضعيفة التي أنتجت هذا الوضع لم تعد موجود. وبدأ موسوليني في شن حملات عنيفة جدا على عصابات المافيا اللي ما كانتش مستعدة للرد، لأنهم كانوا مشغولين في الصراع ما بينهم على تورتة المخدرات وحاسين بالأمان من ناحية الحكومة، وبالتالي المعركة ما كانتش صعبة قوي. موسوليني وحكومته سجنوا وعزلوا معظمهم، وإيطاليا ودعت المافيا الصقلية للأبد. المافيا الصقلية التي نشأت لأسباب ما كانش ليها أي علاقة بالوضع اللي انتهت عليه. كلمة مافيا نفسها هي مصطلح صقلي عامي معناه العمل كحامي ضد غطرسة الأقوياء. الأقوياء المتغطرسين دول اللي هم المفروض ان هم غزات صقلية على مر التاريخ، العرب، فرنساويين، اسبان، فينيقيين، اي حد كان بيزهق او بيحتاج كوبري لفتوحاته وغزواته القادمة كان بيلاقي جزيرة صغيرة كده في البحر الأبيض المتوسط اسمها صقلية، موقعها استراتيجي واقفة كده بين اوروبا وشمال افريقيا، واما ملهاش حاكم او حاكمها ضعيف فيروح يحتلها وينهب خيرها ويغتصب ارضها. فمع الزمن شعب صقلية بدأ يكون حركة المقاومة، ناس بتتجمع في عشائر وعائلات عشان يدافعوا عن بلدهم ضد غطرسة وقوة الغزاة، وأطلق عليهم اسم مافيا. وكان أكل عيشهم ومصدر رزقهم هو غنائم المعارك أو الفلوس اللي بياخدوها من ملاك الأراضي الصقليين الأثرياء مقابل حمايتهم وحماية أرضهم. بس الزمن بقى مع الوقت المتغطرسين والأقوياء والغزاة قالوا، وبالتالي الغنائم والرزق قالوا، فعائلات وعشائر المافيا بقت تتصارع على حماية الأراضي. يعني لو انت بتحمي أرض فلان الفلاني مقابل قد كده في الشهر فأنا أولى منك، ما أنا كمان عايز أعيش. ومع الوقت بدأوا يستخدموا العنف ضد بعض، والمافيا تفقد معناها الأصلي اسما ومضمونا، وصراعات المافيا تبقى هي سبب خراب صقلية بعد ما كانت سبب حمايتها وأمنها. لكن رغم كل الصراعات اللي ما بينهم، في النهاية عائلات المافيا الصقلية كانت بيربطها الدم والنسب والأميرتا، بالتالي العلاقة ما بينهم معقدة شوية. يعني احنا طول الوقت بنتصارع، ممكن نقتل في بعض كمان، بس كل كوم والعدو الخارجي كوم تاني، لانه ده بيفكرنا بالسبب الاصلي لانشاء المافيا. عشان كده لما ايطاليا الموحدة ضمت صقلية لسلطتها بالعنف، الصقليين ما نسيوش حقهم وانتظروا الفرصة لدخولها
بعد الاتفاق مع الحكومة وانتهكوا البلد واغتصبوها، وبعدين رجعوا يتصارعوا تاني، ولنفس السبب رجعوا ينتهكوها ويغتصبوها تاني بعد ما موسوليني وقع. لما انتهت الحرب العالمية التانية وبدأت ثورة صناعية تانية في أوروبا في الخمسينيات، ساعتها المافيا استغلت الوضع الفوضوي في العالم كله وضعف إيطاليا كنظام وحكومة وجيش تاني بعد انتهاء الحرب العالمية التانية، وبدأوا يسيطروا على شركات البناء في صقلية ومحدش قدر يمنعهم أرضهم وملعبهم، واشتغلوا وشاركوا في الثورة الصناعية. وبعد ما ازدهرت أعمال البناء رجعوا تاني لتجارة المخدرات وبقوا من كبرها في العالم، ومع تجارة المخدرات دخلوا كرة القدم تاني، لغاية ما نفوذ العائلات الإيطالية يوصل لدرجة من النفوذ في عالم كرة القدم وفي العالم عموما لشكل غير مسبوق وغير مفهوم في السبعينيات. وقادة المافيا المهددين تاريخيا بالسجن والقتل وقلة الغنائم ما يشبعوش، انهم طول الوقت حاسين بالتهديد ده ان كل شيء ممكن يروح في لحظة، فما اكتفوش بالتأثير في عالم كرة القدم ولا بتجارة المخدرات، وقرروا كمان يرجعوا مراهنات كرة القدم من تاني كمصدر اضافي للربح. عشان كده كانت مراهنات التوتو نيرو، اللي هي مراهنات ما لهاش ضرائب ولا حدود ولا قانون، وبتديرها مؤسسة غير قانونية في نابولي كبديل يعني لمراهنات التوتو كالتشو اللي هي مدعومة بنظام حكومي صارم. الغريب ان التوتو كالتشو اللي هي المراهنات القانونية كان اللي دخلها كرة ايطاليا هم المافيا اصلا. بس المهم يعني انه في 1980 التوتو نيرو يتسرب للعالم لما بعض الصحفيين الشرفاء قرروا يتحركوا ضد الفساد وبلدهم اللي بتضيع، ونشروا بعض الاخبار عن تورط بعض اللاعبين في مراهنات التوتو نيرو والرشاوي والتي ادت للتلاعب بنتائج المباريات. وهنا بقى الحمد لله اخيرا نكتشف ان البلد دي ليها حكومه واتحاد كوره، بداوا يفوقوا ويتحدوا مع الصحافه ويصارعوا هذا العدو عشان يبقى ليهم دور في اي حاجه، فيفتح التحقيق في القضيه ويعاقب ميلان ولاتسيو بالهبوط للدرجة الثانية وإيقاف مهاجم المنتخب الأشهر باولو روسي لمدة سنتين والحكم عليه بالسجن لثلاث سنين. بس هذه الثورة المصغرة على الفساد يحصل لها انتكاسة لما قبل مونديال 1982 باولو روسي يخرج من السجن بعفو استثنائي بعد قضاء سنة واحدة بس من عقوبته، ويروح المونديال ويلعب مع المنتخب ويبقى الهداف ويساهم أكبر مساهمة في تحقيق إيطاليا للقبها التالت. وهنا يبدو أن بعض قادة المافيا بدأوا يفهموا المزيج الغريب ده، قوة كرة القدم عند الشعوب وقوة الألقاب والانتصارات اللي خلت الناس تتغاضى عن حقيقة أن باولو روسي كان مفروض يكمل عقوبته. في نفس الوقت من الناحية التانية خطر الصحافة والإعلام اللي بينبشوا ورانا كل شوية مازال قائم، عشان كده كان لازم نستخدم ده ضد ده، محتاجين ضربة كروية قوية ما تخطرش على بال حد. وعائلة كامورا في نابولي كانت هي صاحبة هذه الضربة، يساعدوا النادي ماديا عشان يوقعوا مع نجم برشلونة دييجو أرماندو مارادونا. الضربة اللي مش بس أبهرت إيطاليا، توجود مارادونا في نابولي كأغلى لاعب في التاريخ وقتها جذب أنظار العالم كله لإيطاليا ودوريها. الضربة كانت موفقة لدرجة أن باقي العائلات بدأت تقلد عائلة كامورا، عائلات تروح ترعى نجوم إيطاليا الشباب، عائلات تساعد اتحادات الكرة المختلفة، عائلات تشتري أندية، عائلات تبني وتنشئ أندية من الصفر. ويشتد التنافس بين العائلات في مساحة جديدة، مساحة صحيح بتسمح لهم يطبعوا مع المجتمع والحكومة والسلطة بلا خوف، لكن مازال ناقصهم حتة برضو، مازال الماضي والتاريخ بيلحقهم، مازالوا خايفين من الثورات الإعلامية والصحفية الصغيرة ومحاولات الكشف عن الفساد، لأن اللي عنده شيء يخبيه هيفضل طول الوقت خايف، وهم عندهم خبرة مع الخوف والسجون والعزل. كل هذه الظروف مجتمعة أدت إلى خرق الأميرتا لأول مرة في التاريخ. العائلات بدأت تسلم بعضها للحكومة، تعاونات سرية مقابل الأمان وسير العمل زي ما هو. ومن هذه الفكرة بدأت سلسلة من الفضائح في كرة إيطاليا، عائلات بتسلم بعضها عن طريق معلومات للشرطة. في نهاية التسعينيات مثلا ارتبط اسم يوفنتوس بفضيحة منشطات كبرى عرفت باسم فضيحة أجريكولا، اللي هو طبيب الفريق اللي قيل انه عطاهم منشطات بشكل منهجي لمدة 4 سنوات، وهو اللي شال القضية واتسجن، ويوفنتوس نفسه لم يعاقب. نفس اليوفنتوس اللي في 2006 هبط للدرجة التانية المرة الاولى في تاريخه، اتسحب منه لقبين للدوري بتوع 2005 و2006 فيما عرف بفضيحة الكالتشوبولي، وبسبب ما قيل وقتها انه تلاعب في اختيارات الحكام ومن ثم نتائج المباريات. في 2011 المنتخب الايطالي كان في احدى المعسكرات التحضيرية، وفجأة الشرطة الإيطالية تدخل عليهم وتقبض على اللاعب دومينيكو كريتشيتو، واتحاد الكورة ينزل بيان بشوية عقوبات فكة كده،
أندية على لاعبين على مدربين في درجات مختلفة، غرامات مالية وإيقاف كالتشو سوكوميسي، غير بقى فضايح كاتانيا، جنوة، باليرمو. يعني صعب جدا ان انت في الفترة دي يعدي عليك 3 سنين في التاريخ من غير ما تلاقي حد بيراهن هنا ولا حد بيتلاعب بنتائج هنا. لكن اغرب شيء في الموضوع كله انك لما تبص على التاريخ تكتشف انه تقريبا اغلب انجازات الكرة الايطالية كانت مرتبطة بفضائح مشابهة. مش شرط تكون الفضائح هي السبب في الانجازات دي، لكنها على الاقل تزامنت معاها. لقبين مونديال 34 و38 مثلا، وتدخل موسوليني اللي كان واضح فيهم، واستخدام المافيا لتهديد لاعبي الخصوم والحكام، مونديال 82 وهدافه ونجمه الاول كان المفروض يبقى في السجن، مونديال 2006 والكالتشوبولي، صفقه مارادونا مع عائله كامورا، تقريبا افضل فريق ليوفنتوس في التسعينيات مع اجريكولا. بعد هذه الانجازات ساهمت فيه الفضائح، وبعد هذه الانجازات زي مونديال 2006 حصل بالرغم من الفضائح. هل ده جزء من سحر الكرة الإيطالية ولا لعنتها؟ بتهيألي الإجابة هتختلف من شخص للتاني. لكن الأكيد أنه في هذه القارة ما أعتقدش فيه دوري أو كرة معبرة عن تاريخ بلدها الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي ومتشابكة معاه زي كرة إيطاليا. ويمكن هو ده سبب وقوع الناس كتير جداً فغرامها رغم كل الفضايح دي، انهم بيحسوا انهم شايفين ايطاليا كلها من خلال كرة القدم بس. طني الحساب.